الأستاذ محمد خليل إعلامي. في الحقيقة لا يسعنا كإعلاميين إلا أن نتضرع إلى الله عز وجل بقلوب خاشعة خاضعة بفقدان زميل لنا مصور إعلامي نشأنا معه وكبرنا معه ونحن ما زلنا يعني صبية، فكان صحفيا مقتدرا يوصل الصورة على حقيقتها بحيادية بمصداقية. نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وهذه من رسالة مني كإعلامي إلى الزملاء وإلى الوكالات الإعلامية وإلى الجرائد الإلكترونية وإلى الصحافة ككل. علم أن يعتنوا خاصة بالصحافي المصور، لا بد وأن يعني تكون واحد الإلاء واحد الأهمية واحد الاهتمام، لأن احنا الآن كنشوفوا الآن ودعنا سي زوير بالأمس سي ديبان قبله صحفي آخر، لا بد أن تتضافر الجهود من أجل نصرة الصحافيين ومساندة الصحافي، لأن الصحافي يعيش يعني التهميش، يعيش الهشاشة، لا تغطية صحية، لا أجرة شهرية ولا شيء من هذا القبيل. كنتمنى من الزملاء في مهنة الصحافة أن يهتموا بالإخوة، فليس المساندة أن نشيع الجنازة فقط، ولكن أن نكرم الصحافي وهو حي بالاعتناء به، فهو يؤدي رسالة سامية. والسلام عليكم ورحمة الله. حقيقة أن المرحوم هو ما كانش غير صديق، بل كان أخ عزيز بمثابة شقيق. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم هذا باش ينزل عليه الرحمة دياله والمغفرة دياله ويسكنه فسيح جنته وينزله منزلة الصالحين والرضوان. فسأل الله سبحانه وتعالى كذلك باش يلهم العائلة دياله الصبر والسلوان، للعائلة الصغيرة اللي عنده فيها جوج الوليدات وعند وجوجة والوالدين طبيعة الحال ديالو، ولا العائلة ديالو الكبيرة اللي هي الإخوان ديالو في المجال ديال الإعلام والصحافة. هذه معاناة ديال السي زهير الله يرحمه، هي معاناة صحفي مصور صحفي عانى في صمت حتى رحل في صمت، رغم أن حضورنا اليوم معه فهو لا 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 يكاد أن يكون فقط واحد المساندة والمؤازرة المعنوية، كما قال في آخر كلمة وهو في طريقه إلى المستشفى والموت داخله ديك الساعة كيعيط في التليفون كيقول أجو أزروني الإخوان أجو أزروني، فهاد الكلمة كيقول في آخر كلمة قالها في الحياة ديالو. فنحن الآن مشى عند الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يأزرو في الآخرة ويكون أفضل رفيق وأفضل شقيق وأفضل أب وأفضل أخ، يكون هو المحتضن ديالو. ولكن هنا في الدنيا أن دقت الساعة باش يمكن لنا أننا ناصروا ونآزروا صحفيين بحاله مصورين بحاله يعانون نفس الأوضاع الاجتماعية. هذه هي الرسالة ديالنا إن شاء الله بحول الله، والله يرحمه ويغفر له ويغفر لنا جميع. السلام عليكم. بالنسبة للأخ والصديق زهير، هو أخ ديالنا وصديق ديالنا، كنا كنشتغلوا جميعا في واحد الريزو اللي هذا الريزو اللي كان فيه كان يعني ديال فعاليه المجتمع المدني، وانا اللي شفت على الاخ زهير هو دائما تيكون معنا كيجي هو الاول، وفي اطار العمل الجمعوي التطوعي كان انسان يعني خدوم صاحب القلب الكبير. ونسال الله يعني لحسن الخاتمه الاخو، يعني نسال الله يتبتع عند السؤال واش نطلبوا بالنسبه للصحفيين باش تحسن الوضعيه ديالهم الاجتماعيه. لا يعقل صحفي معروف على المنابر الإعلامية اللي هو الأخ زهير في آخر يعني آخر يعني الحياة آخر الوقت ديالو في حياة الدنيا كان يعاني بصمت. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الحق مؤمن، الكاتب العام للنقابة الوطنية المستقلة لمهن سيارة الأجرة والنقل. احنا الآن كنتواجدوا بالضبط بمقبرة الرحمة، كنحضروا الجنازة الفقيد الأخ زهير صحفي جريدة الإلكترونية اللي أعطى الكثير في هذا القطاع ديال الصحافة. وكنقولوا من هذا المنبر كنقدموا لتعازينا الحارة لأسرة الفقيد ولأسرة الأسرة الجرائد الإلكترونية الوطنية والدولية ككل، تعازينا الفقيد والأخ ديال الفقيد اللي هو فؤاد قروان لمستغل منضوي تحت اللواء ديالنا، حتى هو كنقدموا لتعازينا الحاره وكنقولوا ان لله واليه راجعون. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. العوني محمد، عضو في المكتب الجمعيه النصر للتضامن الملكي لمشاري سياره الاجره والنقل. كنقدموا التعازي ديالنا
الأخ الفقيد. بهذه المناسبة كنقدموا التعازي للإخوان كاملين، عضو الصحفي وعضو الجمعوي معنا من ناحية النقابة أو الجمعية المستقلة المهنية سيارة الأجرة والنقل، اللي فقدنا واحد الإنسان اللي هو كان إنسان يعني كان تعاطف معنا دائما وكان كيواكب معنا الأحداث ديال الجمعية ولا الأحداث ديال أصحاب الطاكسي كاملين، فين ما كنا كان كيكون عندنا شي حدث إلا وكنلقاوه مواكبنا. كان إنسان خالق، إنسان يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني كيعجز اللسان عن الكلام في هذه الحالة هذه. بصراحة تأثرنا بالوفاة ديالو، حيت الوفاة ديالو كانت فجأة، إلا أنه مؤخرا ملي جايين في الطريق عاد باش سمعت بأنه كان كيعاني في الصمت، كان مريض وكان كيواكب وكان خدام وكان يعني كيتعاطف مع الإخوان ديالو مع جميع يعني الساحة كاملة، كان ديما كتلقاه موجود. وشكرا وتبارك الله عليكم، والله يرحمه الله يوسع عليه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا الله يا رحمن يا رحيم يا جواد يا كريم، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن ترحم أخي نس زهير. اللهم إنه عبدك ابن عبدك ابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إن كان محسنا وأنت أعلم به فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا وأنت وحدك أعلم به، فاللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم اغفر لنا وله، اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره. اللهم إنا نشهدك ونشهد خيرة خلقك ونشهد ملائكتك أن هذا السيد لم نرى فيه إلا الصلاح، لم نرى فيه إلا الابتسامة والبشاشة والوجه طلق، فاللهم يا رب كما كان يبتسم لنا فاللهم ابتسم له. اللهم ارزقه النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقه النظر إلى وجهك الكريم، اللهم شفع فيه الصيام والقرآن، واحشره يا مولانا في زمرة المصطفى الحبيب خير الأنام. اللهم يا رب اجعله في أعلى عليين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنه قد نزل ضيفا عندك، فاللهم أكرم ضيافته، اللهم أكرم ضيافته، اللهم أكرم وفادته، اللهم نور قبره، اللهم اجعل قبره مزارا لملائكة الرحمن يا رب العالمين. اللهم آنس وحدته، اللهم آنس ظلمته، اللهم آنس ظلمته، اللهم كن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته عند السؤال. اللهم يا ربي ارزقه من يد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة مريئة لا يضبأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم الأبناء دياله اللهم أصلحهم، اللهم أصلحهم، اللهم تولهم، اللهم تولهم، اللهم تولهم، اللهم الزوجة ديالو والإخوان ديالو والأقارب ديالو والأحباب ديالو. حنا كنشوفوا الحضور ديال الإخوان الإعلاميين وخاصة المصورين باش تعرفوا القيمة ديال سي زهير. سي زهير لو كنت أنا أو كان أحد الإخوة في الجنازة، أقسم بالله العلي العظيم جازما في علم الغيب بأنه سيكون أول الحاضرين وأول الساعين وأول المشيعين، حتى وإن كان مريضا، حتى وإن كانت له التزامات يحضر الجنائز ويشيع جنائز إخوانه سواء من الإعلاميين أو حتى من الناس من الفاعلين الجمعويين. نسأل الله تعالى أن يفرحه، اللهم أفرحه، اللهم أفرحه، اللهم اجعله من المستبشرين يا رب العالمين، اللهم اجعله من الذين قلت فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم يا ربي يا ربي إنك تعلم حبنا لهذا السيد، فاللهم ارحمه بقدر حبنا له، اللهم اعطف عليه بقدر حبنا له، اللهم تجاوز عنه بقدر حبنا له. ربنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ارحمنا وارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم أنزل السماء عليهم مدرارا وأسكنهم في جنات وأنهارا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.